أحبتي في الله، لا تنسوا أن تصفوا قلوبكم يا أخويا. إياك أن تحرم نفسك لذة الفرحة وجمالها وجمالها يا أخويا. ما ترقدش ليلة العيد في فراشك وفي قلبك ضغينة المسلم، هذه فرحة ناقصة. ما تحاولش تخدع نفسك، لا تحاول أن تقنع نفسك أنك وليت مسرور فرح. أبدا، ليست هناك فرحة وليس هناك سرور ما دام في قلبك ضغينة لمسلم. إلقى الله بقلب سليم، اعفو، اصفح، تجاوز، سامح. ما فيها والو تلف التليفون وتعيط لولد عمك، تعيط لخوك اللي راه مخاصمك، تقول لها بلي اسمح لي وعيدك مبروك وكل عام وانت بخير، وكل عام وانت بألف خير. لماذا انت تقاطع هذا وتدابر هذا وتخاصم هذا على الدنيا، هذه الدنيا التي لا تسوى شيء؟ انت في دنيا تجدد كل يوم من غدرها، والناس منها في عنيف صراع يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. كل عام وأنتم بخير، وعام الناس كما تحب أن يعاملك الله به، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أخي رضوان حبيبي، أود من إخواني وشيخنا الفاضل طلب. تفضل، نحن في الخدمة. أتمنى من إخواني أن يقفوا. أتمنى كل واحد منكم يحنك خوه ويقول له أنا أحبك فيه.